شاركت أيضا زوارق محلية في إطار القوات الشعبية. استعرضت القوات البحرية الوحدات الجوية والبوارج حاملة الطائرات، حيث قطعت هذه الوحدات آلاف الأميال للمشاركة في الاستعراض آتية من شمال المحيط الهندي وبحر عمان. ووفقا للمركز العالمي لمناورات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حققت المناورات جميع أهدافها بإجراء المشاريع والعمليات التكتيكية والتعاون بين القوات واختبار الصناعات الدفاعية وتعزيز الجهوزية ونقل التجارب إلى الضباط الشباب. شاركت أيضا زوارق محلية في إطار القوات الشعبية. استعرضت القوات البحرية الوحدات الجوية والبوارج حاملة الطائرات، حيث قطعت هذه الوحدات آلاف الأميال للمشاركة في الاستعراض آتية من شمال المحيط الهندي وبحر عمان. ووفقا للمركز العالمي لمناورات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حققت المناورات جميع أهدافها بإجراء المشاريع والعمليات التكتيكية والتعاون بين القوات واختبار الصناعات الدفاعية وتعزيز الجهوزية ونقل التجارب إلى الضباط الشباب.